ضمن سلسلة الريبورتاجات التي يعدها قسم التحرير بمناسبة شهر الكتاب والقراءة الذي أطلقت فعاليته وزارة الثقافة والتنمية السياحية، أعد لنا الزميل آدم حسن مكاوي هذا التقرير. بينما كانت الفئة المثقفة تحتفل بنصرها المبين المتجسد في تأميم الحكومة شهرا كاملا للكتاب والقراءة، خرج الكاتب الصغير على الملأ محمد موسى أحمد أوينغ بريكيمي كخروج الوردة من أكمتها بكتاب عنوانه باسم جولة في إفريقيا وهو ذو 19 ربيعا. أنا بدأت نكتب من 15 سنة من كلاس أنا سيجم. ينحدر محمد موسى أحمد أوينغ من مدينة جريدا الواقعة بإقليم وادي فيرا التي ولد فيها بالعام 1998 ويعيش حياة طبيعية ملؤها الحب وعاطفة الأسرة، فالعقبات التي واجهته أثناء الكتابة تغلب عليها بتربية الاعتماد على النفس التي تروجها الأسر التشادية لأبنائها. صعب أكتب ذاتك ما صعب صعب بارسك عند كريتيك إن شاء الله ما كان ما بيك عدل ما تقول لما ما يمشي دونك أسا كم كتبتا وكم كمالا أوبليجي تمشي تقبل تريلير تعال اللي بيردر أول ده مش التليري جسكا تقصير بإنفرماشان ده قال قاتي بارتاجي لنازا. إنجاز أونيغي توج شهر الكتاب بكونه إثراء جديد للمكتبة التشادية بنكهة شاب صغير شق طريقه في ميدان الأدب ليصارع عقول الكبار. وإلى الثقافة ومهرجان أنغام الثقافي في دورته 11، منسق شبكة الثقافة للفنون يقدم حديثا صحفيا تحدث فيه عن الاستعدادات الجارية لاستضافة جمعنا هذا الحدث الثقافي، جزء من هذا البيان. اجتماع ببقى عيامات في أنغام فيه قال الاجتماع لأنا السنة دا عند له تدريب، التدريب دا بدأ خلاص بفنانين من 10 كيف بين بسوا تدريب، وعندنا مهندسين كل 15 بسوا لهم تدريب، والتدريب ده تكون هنا في EFT، وقال التدريب ده بكون في يعني مشاركة هنا فونداسون وايد بقول ليا فونداسون سيمن من مشاركة هنا مينستر هنا أنا اسمه هنا أفير ترانجر هنا ألمانيا ومن مشاركة هنا ميوزيك إن أفريقيا. هما الدولة جابوا إمكانيات للتدريب ده تكون هدفه شنو؟ هدفه إنه يعني بسو يعني مش البجوب إمكانيات وجبو بجوب إلم لفنانين تشادين يعني بمرقوا شغل خاص من التشاد فن هنا التشاد إنه لو يعني نقطة بدو نقطة لفن هنا التشاد والتدريب البسو ده كوكت كم كمولو بوسبو شغل اللومولوم ده فوق كتنا في فيستيفال جامبي. الفيستيفال جامبي تبدا من يوم 20 ل 22 شهر 12 في جمعنا من يوم 23 و24 في كومرا. وبهذا الخبر الثقافي ننهي النشرة الرئيسية لهذا المساء، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق غرفة الأخبار، في أمان الله.